بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكل متابعينا. اليوم حبينا نتكلم على موضوع كلش مهم، شلون تقدر تتعلم طريقة التعلم الصحيحة، شلون تتابع المعلم، شلون تعرف بأنه هذا المعلم هو جيد أو لا. عدة شغلات، شغلة التعليم مسألة معقدة وليس بالهينة، يدخل بيها عاملين أو 3 عوامل نقدر نقول: المعلم والمتعلم وواسطة نقل المعلومة. يعني مثلا هسه دا أحكي وياكم عن طريق الصورة والصوت، أو نقدر نقول بس بالصوت، حركات المعلم، معلوماته، تفاصيل مهمة لازم تعرفها بأنه هذا المعلم يستطيع إيصال الفكرة أو لا. نيجي على مقومات المعلم الصحيح. يعني أول شيء، المعلم لازم يكون عنده معلومات صحيحة 100% حتى يوصل الفكرة للمتعلم. لازم يعرف نفسه بأنه الناس المتلقين من عنده يراعي مستواهم العلمي. يعني الناس اللي تشوفك هم مستواهم، خلينا نقول مهندسين أو متوسطة إعدادية، ناس أميين، فأنت لازم تختار بذكاء شلون تنقل المعلومة بحيث أغلب الناس يقدرون يفتهموها. المعلم لازم عنده صفات، يعني عنده كاريزما خاصة بالتعليم. لا تصدقون شخص يوصل لمرحلة إذا ما عنده أوليات على التعليم، وهذا التعليم ترى مو شغلة هينة، عدة شغلات لازم المدرس يعرفها أو المعلم. أول شيء خلينا نقول هو المعلومة. المعلومة هاي لازم تكون 100% عندك مضبوطة. الشغلة الثانية هو بأنه تقدر توصل الفكرة بصورة صحيحة. القاعدة المادية أو نسميها وسائل الإيضاح اللي راح تستخدمها أنت حتى توصل الفكرة للناس. هواي ناس هسه عندنا قنوات تعليمية يعطيك خلينا نقول ربع المعلومة ويخفي الباقيات، يعني ما عنده إخلاص بالتعليم. المفروض أنت من تنطي الدرس إذا بيه مخطط تقدر توضح بيه للناس، لازم تسوي مخطط، لأنه الفكرة ما تنطبق. أنا هسه إذا أشرح لك درس على الطريقة، تجيب السيم وتترك 3 وتقعد هيك وتربط بداية بنهاية وأكمل لك المحاضرة، صدقني ما راح توصل لك أي فكرة. بينما من نحكي لك مخطط وبعدين أحكي لك عليه شلون يصير، أعلمك عليه، أجي ألف قدامك، أجي أوصل التوصيلات وأعلمك التوصيلات شلون، وأشغل لك إياه وأشوفك الأمبير ماله والشغل الصحيح، بهالحالة إيش راح يصير عندك؟ راح يصير عندك تقبل للمعلومة بصورة صحيحة. هواي أخطاء يقعون بها إخوان، طريقة توصيل خاطئ 100%. انفعالك ويا الناس، انفعالك ويا الناس ضروري. يعني انت ما يصير برتابة تظل من بداية الفيديو الى نهاية الفيديو انت تحكي بكلام معين وتظل، يعني العالم تمل من هاي السالفة. تفاعلك والاشارات اللي تستخدمها، اذا تشوفون انا استخدم وياكم اشارات معينة، هذه الاشارة ضرورية جدا حتى تستقطب الشخص اللي يباوع عليك، حتى يصير تفاعل. يعني اذا تظل مسوي هالشكل وتحكي، والتالي يعني راح يظلون، يعني علميا يعني اول خلينا نقول ثلث الدرس، ما اريد نحدد بالوقت، الطلاب راح شو يسوون؟ راح يبدون يخفون وينعسون. لازم تعرف ايش وقت الصعد الصوت، ايش وقت تنزل الصوت، ايش وقت تحفز الناس. من تيجي موضوع خطر لازم تنوه عليه: يا اخوان دير بالكم، ترى هاي رجاء كذا. هاي يصير عندك المقابل حتى يفتهم بانه هذا المكان خطر. يعني انا مو اجي احكي على موقف خطر واجي احكي مثل هاي الطريقه: دير بالك،
هذا الموضوع ترى ينتل وكذا، هذا الموضوع يكسر الشاشة. بالحالة انت مطيت انفعال منك، بدك تقول يا بدير بالكم يا اخوان ترى هذا الشيء راح يكسر لك الشاشة مثلا، بالحالة المقابل راح يتحفز على هذا الشيء. القاعدة المادية ضرورية، يعني وسائل الإيضاح اللي يستخدمها المعلم ضرورية جدا، ومراعاة المستويات بالنسبة للطلاب. يعني لازم تعرف انت معلوماتك المدى اللي توصلها. اذا تريد توصل على مستويات عالية، المستوى العالي صدقني ما يباوع عليك. يعني المشكلة عندنا احنا المهندس او يعني اي شهادة عليا يقول لك انا وايد يجوني للمحل يقول لك انا ما باوع، ليش باوع انا التبريد ما باوع على حد؟ يا ليش؟ العلم دا يتطور، والعلم دا يتطور، والناس دا تنشر معلومات جديدة. اشوف لي 10-12 فيديو، اشوف الناس اللي تنشر استفاد معلوماتهم من الصغير ومن الكبير، ما عندي يعني كلها باوع عليها. اشوف اخطاء الناس اللي دا تنشر فيديوهات وادخل عليهم على الخاص، ما اعلق ابدا على العام واقول له يا ترى شغلك غلط، لا ادخل له على الخاص اقول له ترى عندك مشكله بفلان شيء حاول تغيرها. ماكو ضرر، انت اخذ الفكره وطبقها، بس لا تعطي معلومه خطا، لانه اذا ظلت تعطي معلومات خطا راح توصل مرحله بعد العالم تعوفك ما تباوع عليك نهائي. ولهذا التعامل ويا الانترنت يعني يراد للتعامل بحذر، تعرف الناس شو تريد وتعرف شلون تتعامل وياهم، المعلومه لازم توصل بصوره صحيحه. هذا فيما يخص المعلم لانه هو محور الاساسي. الشغله الاخرى بالنسبه للمعلم حتى لا نعوفه، هو تحفيز المقابل، يعني تثير نزعه بداخل الشخص بانه من راح تتعلم هاي الشغله راح تصير هيك وتصير هيك وتصير هيك، بالحاله راح يصير تحفيز بالنسبه للمقابل حتى يقدر يتعلم بصوره صحيحه. الشغله الاخرى اللي هي المتعلم لا ضروري جدا ان يعرف هو شيرد بالضبط، يعني ما يصير يشتت افكاره. لازم انت محدد بالضبط هدفك شنو، الهدف هذا لازم تحدده وتقول يا اليوم انا بدي اتعلم مثلا موتورات، اليوم بدي اتعلم شاشات، لا تصير افكارك مشتته، بالحاله ما راح توصل الى نتيجه صحيحه. ضروري جدا ان تعرف شو اللي تريده انت، وضروري ان تحدد المعلم اللي راح تتعلم من عنده، ولا تشوف معلم واحد، هاي ضرورية جدا، لا تشوف معلم واحد، شوف 2-3-4 ضمن الشيء اللي تتعلمه، حتى انت تقيم بداخل نفسك تقول والله هذا الحكي احسن من هذا الحكي ذاك الوقت. بالحالة ايش راح يصير عندك؟ راح يصير عندك توجه على معلم معين. بقى دورك انت بصورة غير مباشرة اذا عن طريق الانترنت ان سوي دفتر للمعلومات، ضروري جدا دفتر المعلومات، وتجيب كتب، اكو كتب من الانترنت موجوده كلش هوايه بحسب الشغله اللي تتعلمها. مع هذا اكو فيديوهات هوايه تقدر انت شو تسوي، تسجل ملاحظات عليها. انت بالنسبه لك لازم عندك دافعيه، لازم تحفز نفسك، ما يصير تسمع كلام الاخرين اللي حواليك، لانه اخوان اكثر الناس اللي داير مدايرك هم يردون يهبطون مستواك، يعني ما يردونك تتعلم، مو لانه يكرهونك، بس هي هاي حقيقه موجوده عند الناس. اليوم تقول انت مثلا راح تتعلم موتورات، راسا يقول لك يا معود شو ودك على هاي الشغله، هاي تموت، هاي تنتل، هاي كذا تتورط، تريد تشتغل تاكسي، يعني انت بالتاكسي هسه مو راح بالشارع، سياره تدعمك يا ستار، تنقلب سيارتك تحترق بيك السياره، يعني هواي شغلات. انت اذا تحكي على الخطوره ترى هي موجوده بكل مكان، يعني المضمد من يضرب ابره دا ياخذ من عندك 1000 دينار لضربه الابره، 1000 دينار بس من مقابل احتمالي موتك وتنهي حياتك. زين الالف مقابل حياة الانسان هي تسوى؟ مع هذا اكو مضمدين يضربون ابر، وهاي ليش؟ لانه تعلموا بصورة صحيحة، عرفوا مكان زرق الابرة وين، حددوا المشاكل شنية، استفادوا من تجارب الاخرين، شرح موجود بالانترنت،
واكو ناس تعلموا من عندها. ولهذا التعليم ترى هو اساس الخلق. يعني اول ما خلق نبي الله ادم علم رب العالمين علم ادم الاسماء كلها، يعني شكو شغلات مسميات علمه بحيث كانوا الملائكه ما يعرفون بهاي التسميات. فمن عرض المسميات على الملائكه، الملائكه قالوا سبحانك يا ربي ما نعرف هذا الشيء. فنبي الله ادم رب العالمين انطى المعلومات، انطى العقل اللي عنده، ولهذا فضل على باقي الكائنات وخلاه شلون نقول الشيء البارز بين الملائكه. المهم يعني التعليم هو الاساس، العلم هذا اللي براسك هو هذا الاساس، فضلك على باقي الكائنات. فانت يا شخص تريد تتعلم، ضروري جدا ان تتعلم بصوره صحيحه، ان تركز افكارك، ان تشجع نفسك، ضروري تشجيع النفس، حاجز الخوف تنهي ب الشغلة اللي فيه تتعلمها، خلينا نقول تلفزيون أو شاشة أو موتور تجيبها تفتحها حتى توخر حاجز الخوف، تبني قاعدة معلومات صحيحة. ترى شغلة التعليم شغلة هواي أساس، لازم تضبطها بصورة صحيحة. ولهذا تراكو ناس يعني تشوف هذا الشخص يعرف يفتهم، هذا المصلح ما يفتهم. ليش؟ لأنه هذا طور نفسه، عنده معلومات هواية مجددها، وهذا هو قاعد ما يطور نفسه، تلقى معلومات القديمة وتلقى يعني شغلات. اعذروني ما دا أرد لكم لأنه دا أركز بالمعلومات. أنا أتشرف بكم كليتكم، دا أشوف التعليقات، لكنه ما دا أقدر أرد عليكم حتى أتواصل وياكم بالفكرة. فيا أخوان الفرصة الذهبية تجيك مرة واحدة بالعمر، يعني خلينا نقول الحظ يجيك مرة واحدة. اجاكم الحظ اليمكم على طبق من ذهب، استغلوها استغلال صحيح. اليوم انا موجود، باكر ما موجود. يعني هذا العمر والامراض يا ستار والحياة، يعني صار عمري 57 سنة. فاللي اريده من عندكم ان تستغلون هاي الفرصة ولا تضيعوها على نفسكم، لانه ترى مو دائما تجيكم هاي. ودشوفون انتو اليوتيوب بي كل شيء بي، بس هيك معلومات وفيرة على كل الشغلات، مو بالضرورة أنا أتقنها 100%، لكنه أنا بيا طبع يعني الشغلة اللي أعرفها أرد أوصل الفكرة لكم حتى شنو عسى ولعل الواحد يستفاد، مو إلا الآلاف المؤلفة تستفاد. إذا واحد استفاد وسوى جهازه أو ما نضحك عليه من قبل بعض ضعاف النفوس المصلحين، هي كلش كافية. نقطة مهمة، اليوم جاني احد الاشخاص قال اخذت ابني عمره يمكن 11 سنه وعدي مروحه مع الشحن، راح صلحتها بمكان ما اريد نقول هذا المكان، هو تعرفون المكان. فيقول قعدت يمه، رجال كبير بالعمر عمره 40s 50s، فيقول قعدت يمه راسا قام يصدر منه كلام بذيء، يعني شغلات مو حلوه، وانا وياي ابني مع هذا مصلح له الشغلة تصليح خطأ ومخرب الهياء وماخذ منه فلوس. يا أخوان هذا ترى فقدان ثقة. الزبون هذا بعد ما يجيك لو تذبحه، زين ازرعوا الثقة عند الناس، لا تخلون الغش قدامكم. انت اذا قاعد بمكان رزق بالورشة مالتك، هاي الكلمات البذيئة عيب يعني تنطقها، التصرفات الغير لائقة عيب تسويها. هو حكالي بعض الشغلات ما أرد أحكيها بالفيديو، زين يعني تفتهمتوها بهذا المكان. فعيب عليك، أنت رجال كبير، وعيب عليك أنت بمصدر رزق، من قاعد بمصدر رزق، المفروض الحرام ما يصير بيه أبدا. الكلمات الغير لائقة ما يصير تنحكي، ولهذا الناس تخسر زبائنها، تخسر من وراء هاي السوالف. أتمنى لكم التوفيق والخير للجميع، وتحياتي لكم وشكرا لكم.